كيف أعرف عيار الذهب؟ الذهب هو من العناصر الكيميائية يحمل الرمز Au، وهو معدن اشتهر بلونه الأصفر اللامع وبليونته، وهو مقاوم للتآكل، قابل للطرق والسحب والتشكيل، لا يتأثر بالأحماض، ولكنه يذوب في الماء الملكي. والماء الملكي عبارة عن مخلوط حمضي من الهيدروكلوريك كلوريك ونيتريك، وكثافة الذهب عالية تساوي 19.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. يتواجد في الطبيعة على هيئة عروق في باطن الأرض أو حبيبات داخل الصخور أو في قاع الأنهار، ومن الممكن أن يكون مرتبطا مع النحاس أو الرصاص. عرف الذهب منذ آلاف السنين قبل الميلاد، واشتهر عند القدماء المصريين الفراعنة، فكانت تصنع منه الحلي والمجوهرات للملوك، بالإضافة إلى استخدامه في تزيين العربات وصناعة الأقنعة والتوابيت. وكان الفراعنة يصنعون منه الصفائح الرقيقة التي تبلغ سماكتها أجزاء من المليمتر. وفي العصور الوسطى نشأ علم يسمى الخيمياء، الذي كان أساسه محاولة العلماء صناعة ذهب اصطناعي يحاكي الذهب الطبيعي. واليوم الذهب هو أساس النقد المستخدم من قبل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي. استخدامات الذهب: نادرا ما يستخدم الذهب الخالص في التطبيقات نظرا لليونته الشديدة، فعادة ما يتم خلطه مع النحاس أو الخارصين أو الفضة أو النيكل، فهذه المعادن تعطيه متانة وصلابة أعلى. وأشهر تطبيقات الذهب صناعة المجوهرات الثمينة وحشوات الأسنان الدائمة وعلاج مرض الروماتيزم والتهاب العظام باستخدام محلول الذهب. كما يستخدم أيضا الذهب لاستعراض مدى الثروة التي يمتلكها الأفراد من خلال اقتنائهم أواني طعام ذهبية أو ملابس مصنوعة من خيوط الذهب، أو تزيين المنازل بأغراض ذهبية مثل أيدي الأبواب وصنابير المياه والثريات والتحف وأي قطع ديكور منزلية أخرى. عيار الذهب: العيارات في الذهب هي وسيلة لتصنيف سبائك الذهب بناء على نقائها، أي كمية عنصر أو معدن الذهب فيها مقارنة مع المواد الأخرى الخارصين والنحاس. يقاس الذهب بالقيراط، والذي يساوي عيارا من أصل 24 عيارا للذهب. فعيار واحد يعني أن الخليط يتكون من جزء واحد ذهب مقابل 23 جزءا آخر من النحاس أو الخارصين، أي أن وزن الذهب في سبيكة وزنها 1 كيلوغرام يساوي 1.46 غرام. وعيار اثنين يعني أن الخليط يتكون من جزئين من الذهب مقابل 22 جزءا من المعادن الأخرى، ووزن الذهب في سبيكة وزنها كيلوغرام واحد يساوي 83 غرام، وهكذا. من أشهر عيارات الذهب عيار 24 قيراط، ويرمز للذهب النقي الذي تصل نسبة معدن الذهب في السبائك به بحد أدنى 99.9%. عيار 22 قيراط، حيث أن كمية الذهب في سبيكة وزن كيلوغرام واحد يساوي 916 غرام. عيار 21 قيراط، كمية الذهب في سبيكة وزن كيلوغرام واحد يساوي 875 غرام. عيار 18 قيراط، كمية الذهب في سبيكة وزن 1 كيلوغرام يساوي 750 غرام. التعرف على عيار الذهب: كيف يمكنك؟ أولا الخبرة: الصائغ الماهر يستطيع التعرف على الذهب وعياره بمجرد الإمساك به والضغط عليه. يمكنك التعرف على عيار الذهب من خلال الختم أو الدمغة على القطعة الذهبية، فشكل مربع محفور في الذهب مكتوب به عيار، مثلا عيار 21 ك مثلا. كما يختم الذهب برقم 999.99، وهذا لعيار 24 قيراط، أو رقم 875 هو لعيار 21 قيراط، أو رقم 750 لعيار 18 قيراط، حيث أن هذه الأرقام تساوي وزن الذهب بالغرام في سبيكة وزنها كيلوغرام واحد، ويمكن الحصول عليها بقسمة العيار على عدد 24.